بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صمويل الأول إصحاح 7. المرة اللي فاتت وصلنا إلى حجر المعونة، إلى هنا أعاننا الرب. شفنا إزاي الشعب بصلاة صمويل انتصر أخيرا على الفلسطينيين، ودعا اسم الحجر اللي نصبه بين المصفى والسن حجر المعونة، وقال إلى هنا أعاننا الرب. ويقال أن ده نفس المكان اللي قبلها بسنين اليهود كانوا تهزموا هزيمة نكراء على يد الفلسطينيين، فكأن في نفس المكان اللي تهزموا فيه ربنا رجعهم للنصرة ورفع رأسهم تاني وفرحهم وأعانهم. وكأن ربنا دايما يحب يرفع رأس ولاده، يعني الخطية اللي زلتك مرة أو مرات يحب أن يدوقك طعم النصرة فيها. في نفس المكان ونفس الظروف اللي اتغلبت فيها قبل كده ربنا يبقى عاوزك تغلب. ففي نفس المكان اللي كانوا تهزموا هزيمة جديدة وراح منهم التابوت وتزلوا، انتصروا أخيرا وقالوا إلى هنا أعاننا الرب. برضو شيء مهم قوي أن الواحد لما يتقدم خطوة واحدة في حياته الروحية دايما ينسب الفضل لربنا. يعني مجرد أنك تنتظم في الصلاة بعد سنين من عدم الانتظام تقول إلى هنا أعاننا الرب، بقيت تقرأ الإنجيل بانتظام إلى هنا أعاننا الرب، بقيت تتناول كل أسبوع إلى هنا أعاننا الرب، قدرت تسامح ناس ما كنتش عارف تسامحهم إلى هنا أعاننا الرب. لأن لما الواحد ينسب الفضل لربنا النعمة تزيد والعطية تدوم. إنما لما الواحد يفتكر إنه هو عمل حاجة كبيرة ويفتخر أمام نفسه بنفسه تبتدي العطية تروح والنعمة تروح، وممكن يقع تاني ويرجع للي كان فيه قبل كده. فمجرد فكرة حجر المعونة، يعني كل خطوة في حياتك فيها حجر معونة، كل خطوة تخطيها تقول إلى هنا أعاننا الرب، أشكرك يا رب لأني ما كنتش أقدر أعمل كده من غيرك، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. صدقوني حتى الأمور العادية اللي تبدو عادية، يعني كونك ربيت ولادك إلى هنا أعاننا الرب، كونك جوزت عيالك إلى هنا أعاننا الرب، كونك خلصت شغلك بسلام وطلعت معاش إلى هنا أعاننا الرب، كونك عرفت تجيب بيت تسكن فيه إلى هنا أعاننا الرب. حاجات كثيرة الواحد بينسى يشكر عليها، وهي كلها خيرات وعطايا، وبدون ربنا ما كانتش هتمشي. فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل. بدل كان في صلاة كتير، وكان في صمويل الكاهن النبي العظيم، وكان في ذبيحة حمل يشير للمسيح، وكان في صوم وصلاة من كل اليهود، وكان في نهضة وتوبة عند الكل، لا يعود الفلسطيني يدخلوا تاني. وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صمويل. مجرد وجود صمويل في البقعة دي من الأرض كان سبب سلام في الأرض. والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عقرون إلى جد. إيه علاقة ده بقى بحياتنا الروحية؟ لما الواحد كان خاطي أو يعني مليان خطايا، إحنا كلنا خطاة، لكن لما الواحد بيبقى غرقان في حياة الخطية زي ما تقولوا في أراضي مسروقة منه، يعني مثلا مخه مش فيه، تركيزه كله في حاجات غلط، مشاعره مش هادية، عصبي على طول، ما بينامش كويس، صحته ملخبطة، علاقات كتيرة بايظة مضطربة، دي زي الأراضي اللي تكون متاخدة منه، لأن الطبيعي إن الإنسان تبقى مشاعره هادية وأفكاره هادية وعلاقاته هادية وحياته هادية وكل حاجة طبيعية. لما ربنا ينصره على نفسه على خطاياه كأن الأراضي اللي راحت منه ترجع له، فيقول يا ده أنا بقالي سنين طويلة ما نمتش نوم حلو زي كده بعد ما بقى ساب الحاجات الغلط وابتدى يصلي،
بقالي مدة ما فرحتش فرحة بريئة زي كده، بقالي مدة طويلة ما حسيتش بالسلام اللي عندي. ده دلوقتي ما عنديش حد زعلان مني ولا أنا زعلان من حد. إيه ده كله ده؟ دي أراضي كانت راحت ورجعت، كانت اتسرقت بسبب حياة الشر وابتدت ترجع كلها تباعا بسبب بركة النصرة وبركة التوبة. ما زالت حياتنا لم تنتظم كما يجب لأن توبتنا لم تكمل بعد. لسه في نقط كده زي أراضي رايحة مننا، لسه مخنا مش مرتاح كفاية، قلبنا مش مرتاح كفاية، علاقاتنا لسه مش مستقرة كفاية، لسه في أراضي ما رجعتش. دي عاوزة مزيد من التوبة، مزيد من الجهاد. واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين إسرائيل والأموريين. يعني الفئات الأخرى زي الأموريين كان في صلح بين اليهود والأموريين. وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته. قضى هنا بمعنى القيادة، وإن كان بتأخذ بمعنى القضاء كمان، يعني كلمة قاضي من سفر القضاء تحمل المعنيين، أن القاضي هو قائد للشعب، قائد روحي، وقاضي يعني يعلمهم الشريعة ويحكم لهم حسب الشريعة. يبقى يقود الشعب روحيا ويحكم للشعب ويعلم الشعب. ومن هنا بيبقى القاضي إشارة للمسيح له المجد، اللي يعلم ويخلص في نفس الوقت ويحكم كمان ويدين العالم. وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفى، ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. صموئيل النبي يعتبر من أوائل الناس اللي عاشوا فكرة الرعاية والافتقاد بأجمل معانيه. البلاد دي بلاد واسعة، والأصباط متوزعين في كل بلاد فلسطين، وما فيش طبعا وسائل مواصلات كفاية. إنما صموئيل النبي كان يدور على قرية قرية، ويمكن يدخل بيت بيت يسأل عن الناس ويتابع أخبار الناس ويطمن الناس ويحكم ويشرح الشريعة ويعلم. سنوات جهاد صموئيل النبي بين القرى والبلاد رجعت أغلب الناس لحضن ربنا. شوفوا راعي واحد زي صموئيل يجتهد ويفتقد ويزور ويلف ويتعب، كان سبب رجوع أغلب اليهود اللي قبل كده كادوا يبقوا وثنيين يرجعوا تاني أتقياء ويخافوا ربنا. وده اللي هيبان دلوقتي في اختيار شاول واختيار داود، أغلب الناس بقت تعبد ربنا أحسن من زمان كتير. فحركة أن صموئيل يلف من بلد لبلد دي تدل على دوره كراعي، أنه هو مش قاعد في مكان والناس تجيله، هو بنفسه يلف على البلاد ويطمن كل الناس بتعبد ربنا، كل الناس بتنفذ الشريعة، في حد عنده سؤال في تطبيق الشريعة مش فاهمه. فكان يقضي في بيت إيل والجلجال والمصفى، دي الأماكن المشهورة. بيت إيل ده من وقت أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، المكان اللي كانوا يعملوا فيه المذبح. والجلجال والمصفى هيجي ذكرها وجاء ذكرها قبل كده كمان. وكان رجوعه إلى الرامة، يعني بعد ما يلف اللفة الطويلة دي يرجع تاني مسقط رأسه، حتة اسمها الرامة، قرية يعني اللي كان أساسا عايش فيها، لأن بيته هناك وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب. العهد القديم في كتير قوي ذكر مذبحا للرب. كل رجال الله الأتقياء كانوا يتميزون بأنهم رجال مذبح. ولما نقول رجال مذبح يعني إيه؟ يعني رجال صلاة، لأن وقفة الإنسان قدام المذبح هي وقفة قدام ربنا. أبونا إبراهيم كان كل خطوة يخطيها يعمل مذبح، خد منه الحكاية دي أبونا إسحاق. بعد كده يعقوب كان زايخ شوية في الأول، ولما تاب وشاف المسيح بعينيه بقى كل خطوة بعد كده مذبح. لما تغربوا شوية في مصر طبعا ما كانش في مذبح للرب، لما طلعوا تاني على يد موسى بقى في مذبح بقى متنقل، اللي هو تابوت العهد بيلف في سينا، يشوع دخله فلسطين. لكن بقت في كل قرية ممكن يقيم الكاهن مذبحا للرب، بمعنى انه حياة الصلاة
مرتبطة جدا بالمذبح، وده نفس جونا لغاية دلوقتي في العهد الجديد. ما ينفعش تقول أنا بصلي في بيتنا بس، طب والقداس مش تيجي تقف معانا قدام المذبح؟ احنا قدام المذبح كأننا في السماء قدام ربنا، لأنه قدام المذبح ده عهد بيننا وبين ربنا. في آية تقول اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، يعني بيقول للملائكة كده ربنا، يقول لهم لموا لي ناسي اللي بيقفوا بيني وبينهم كده قدام المذبح والذبيحة، دول ناسي، دول خاصتي، اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. فترى كل واحد فينا المذبح له مكان أساسي في حياته، كل همومه بيحطها عند المذبح، كل خطاياه بيحطها عند المذبح، كل أولاده بيحطهم عند المذبح، كل مشاعره بيحطها تحت المذبح، ولا المذبح مكانه كده على الهامش؟ بنى هناك مذبحا للرب. لا يمكن لراعي أو خادم أنه يخدم خدمة ناجحة حقيقية إن لم يكن شريكا للمذبح. حياته المذبح والصلاة تسمع بعد كده في خدمته وعلاقاته وكلامه وكل حاجة. وكان لما شاخ صمويل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل. كبر صمويل النبي، احنا بقينا في صحاح 8، وولاده بقوا قضاة. وكان اسم ابنه البكر يوئيل، واسمه ثانيه أبية، كان قاضيين في بئر سبع، يعني هم قاعدين يقضوا للشعب في حتة اسمها بئر سبع، برضو دي من وقت أبونا إسحاق، تعمل فيها بير على يد أبونا إسحاق وتسمى بئر السبع، يعني شبع، يعني شبع روحي يعني. ولم يسلك ابناه في طريقه بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. يمكن دي أصعب حاجة في حياة صمويل النبي. صمويل النبي إنسان عظيم جدا ومشهود له في الكتاب، ونسمع المزمور يقول موسى وهارون بين كهنته، صمويل بين الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وكان الرب يستجيب لهم. يعني فضلت الشهادة لصمويل في المزامير بعد نيحته أنه ده راجل عظيم جدا، صلاته كانت دايما مقبولة. إنما للأسف في حياته نقطة مش حلوة، أنه بالرغم من استقامته من طفولته وتقواه، ولاده الاثنين ما طلعوش زيه. حاجة تزعل. صحيح ما طلعوش زي ولاد عالي الكاهن اللي قبله، ولاد عالي كانوا أسوأ بكتير، كانت وصلت إلى الزنا ووصلت إلى استهتار بالهيكل، وكانت شغلانة صعبة. إنما صمويل النبي ولاده يمكن ما بيعملوش الحتة الوحشة دي، لكن بيعملوا حتة وحشة تاني، خدوا رشوة والرشوة تعوج القضاء. يعني إيه؟ تلخبط الضمير. إذا كان القاضي مرتشي يبقى مش ممكن يبقى القضاء عادل. فأولاد صمويل كانوا مرتشين للأسف. لم يسلك ابنه في طريقه، عشان كده في آية جميلة في الأمثال تقول إيه؟ ربي الولد في طريقه لأنه إن شاخ لا يحيد عنه. يعني كان لازم بدري قوي يربيهم في تقوى ربنا عشان لما يكبروا لا يحيدوا عن الطريق اللي تعودوا عليه. وعشان كده التربية الروحية في الصغر أهم جدا من أي محاولة افتقاد الناس بعد كده. اللي تزرعه في أولادك وهم صغيرين يقعد معاهم طول العمر، إنما تيجي تكلم شاب ما دخلش الكنيسة 20 سنة تلاقيه ودانه مقفولة، ويقول لك أنا متعودتش، ويقعد يعترض على حاجات كتير. ده بقى لو كان طفل ودخل ومسك الشمعة ووقف شماس وحب الألحان خلاص هيرفض الكنيسة ليه؟ فهنا يجوز أن صمويل النبي لم يهتم مبكرا بتربيتهم الروحية، يجوز. ولألا نلوم صمويل النبي العظيم، يجوز برضو أن هم بدأوا كويسين وانحرفوا على كبر. قد لا يلام الأب برضو، لأنه ممكن يكون ربه كويس وعاشوا سنين كويسين وللأسف على كبر ينحرف. إن كان ربنا يسوع له كل المجد اختار يهوذا، وكان يهوذا في الأول كويس وبعد كده الفلوس لعبت بعقله وأحب المال أكتر من الله ووقع وضاع يهوذا، يبقى ممكن يحصل. ما لا وراء المكسب، كلمة خوف.
يعني على قد عظمة صمويل النبي، اسم كده مرصع في السماء بمجد وتاريخ مجيد، على قد مولاده بدل ما ياخدوا هذا المجد ويمشوا في نفس السكة، مال وراء المكسب. مال دي بيستخدموها، عارفين تعبير لما واحد يكون ماشي في سكة وبعدين ايه يلاقي كده حارة في السكة او طريق كده ينحرف فيه، يطلع بره السكة لسكة تانية، يقول اطلع من هنا اسهل، يطلع من هنا يدخل في سكة غلط. فيبدو كانوا ماشيين صح سنين ثم مال وراء المكسب، يعني انحرفوا في وقت على كبر. ده برضو يخوفنا، ليه؟ حتى لو انت متربي تربية روحية، وحتى لو ابوك صمويل النبي، وحتى لو كنت قاضيا لإسرائيل فترة، خاف على نفسك من الفلوس لآخر عمرك، لأنه محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. افضل خايف على نفسك من محبة المال، لأنها تركت كثيرين جرحى، وكل قتلاها أقوياء. إن كان يهوذا واحد من الرسل ضاع بسبب محبة المال، يبقى لازم نخاف على روحنا. مال وراء المكسب فأخذ رشوة وعوج القضاء. برضو نقطة خطيرة بتزعل ربنا قوي، حتة تعويج القضاء. يعني إيه؟ الكتاب يقول احكموا حكما عادلا. يعني حتى لو أنت مش قاضي بالمعنى الحرفي، أحيانا يؤخذ رأينا في أمور، احترز من أن تحكم حكما غير عادل. اسمع كل الأطراف قبل ما تتكلم، ما تندفعش في حكم دون دراسة، لا تعوج القضاء، لأن تعويج القضاء يزعل ربنا قوي. يعني في واحد ممكن يحكم على واحد إنه هو شرير، طب أنت عرفت الظروف، عرفت الملابسات، درست الأمور كلها عشان تتهمه التهمة دي، لا تعوج القضاء. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. شوفوا بقى جماعة دول مكرين شوية، هما كانوا ممكن يقولوا له ايه، شوف مين يقضي بعدك، انت كبرت ودلوقتي الشعب كبر كمان وولادك مطلعوش زيك، طيب صلي ان ربنا يبعت لنا قاضي بعدك. انما هم ابتدت تستهويهم فكرة يبقى لهم ملك لأول مرة في تاريخ شعب اليهود. يعني شوفوا لو رجعنا لأبونا إبراهيم قبل الكلام ده بحوالي 800 سنة مثلا، من ساعة ما ربنا كلم أبونا إبراهيم، جه بعد إسحاق، جه يعقوب، جه يوسف، جه الأسباط، وبعدها بشوية ولد موسى وهارون، وبعدين يشوع، وبعدين القضاة. كل ده مفيش حاجة اسمها ملك إسرائيل، ربنا هو الملك، لأن هي نفس الفكرة بتاعت ملكوت السماوات اللي احنا فيها دلوقتي، ربنا هو ملكنا، بنقول ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح له المجد. فاحنا مش ما نحبش ملك في الدنيا دي. إنما هم بقى ابتدت تستهويهم، مش معنى كل الشعوب اللي حوالينا ليها ملك ويمشي بقبها ويمشي بعظمه ويمشي قدامه ويمشي وراه، ومنظر يعني استهواهم المنظر. فخدوا حكاية ولاد صمويل دي حجة، وقالوا له ولادك ما طلعوش زيك، انت بقى شوف لنا ملك زي بقية الشعوب. طب وهو انتوا زي بقية الشعوب؟ ده الكلمة دي تجرح ربنا جدا. من امتى انتوا زي بقية الشعوب؟ وهو لما موسى عدى بيكوا البحر كنتوا زي بقية الشعوب، وهو لما يشوع عدى بيكوا نهر الأردن كنتوا زي بقية الشعوب، وهو لما الأموريين والفرسيين والحذيين واليابوسيين كل الشعوب دي اللي اتمسحت من قصادكم كلها، دي كانت شعوب لها ملوك، هو انتوا زي بقية الشعوب؟ احيانا الواحد فينا يبقى ابوه ربنا ويبقى عايش في الكنيسة، عايش في الملكوت، وبعدين يبص كده بره الكنيسة ويقول عاوز ابقى زي فلان. فلان ايه بس؟ هو انت زي بقية الناس عشان تغير من فلان؟ بتغير من ايه؟ ايه اللي بتغير منه؟ شوية فلوس ولا شوية مراكز ولا؟ ده انت ابوك ربنا نفسه، ده انت الملائكة بيحرسوك،
ده انت ملكوت السماء بيتحضر لك، ده انت اتولدت مش من الارض، من السماء رأسا، ده انت روح الله ساكن فيك، تقوم تغير من اهل الدنيا. دي المشكلة اللي وقعوا فيها الجماعة دول، بالرغم ان هم بطلوا وثنية وبطلوا حاجات كتير، لكن وقعت كده منهم حتة مهمة. الشيطان برضو ايه؟ مكار. فلما لقاهم استقاموا في حاجات كتير، جاب لهم حتة مش واضح فيها انها غلطة كبيرة، حتى طب ليه ما نبقاش زي بقية الشعوب ويبقى لنا ملك يمشي قصادنا. ابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عيني صموئيل. طبعا صموئيل رجل روحاني فاهم، عرف على طول ان الكلمة دي تزعل ربنا، لان هي معناها على طول احنا مش عاوزين ربنا ملك علينا، احنا عاوزين واحد كده من الدنيا نمشي وراه وخلاص. تمام، زي ما هتفوا اليهود وقت المسيح وقالوا ايه؟ ليس لنا ملك الا قيصر. لما كانوا بيقول لهم أأصلب ملككم، لانه كان بيقول على المسيح ملك اليهود، قالوا له لا احنا ملناش ملك الا قيصر. كده يبقى اختاروا الدنيا ورفضوا المسيح. نفس الموقف حصل من 1100 سنة وقت صموئيل النبي. ساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا أعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب. آية جميلة أوي. أول ما صموئيل اتضايق عمل إيه؟ راح صلى على طول. نفسنا كلنا نتعلم الحتة دي من صموئيل النبي، منين ما يتضايق على طول يدخل يصلي. احنا بنتضايق كتير، نتضايق في بيوتنا، نتضايق من المشاكل اللي حوالينا. المضايقات فرصة للصلاة، ربنا بيسمح بضيقات عشان نصلي. تقوم انت تتضايق وتكتئب وتقعد مخك يودي ويجيب، وبعدين تستنى الناس يطبطبوا عليك وتشكي للناس والناس ما يريحوكش، ليه ده كله وهو ربنا يعني كان قال لك ما تجيش. ساء الأمر في عيني صموئيل، بعد الفه على طول ايه؟ فصلى. وصلى الى الرب على طول، ما يعرفش يعمل غير كده، لانه من يومه رجل صلاه، من ساعه طفولته لما كان في الهيكل كان يسمع الصوت عالي الكاهن يروح يقول له روح نام، يسمع صوت ربنا صموئيل صموئيل يقول له روح نام، تالت مره يقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع. وصلى صموئيل الى الرب، فقال الرب لصموئيل. برضو نفسنا كلنا نوصل لهذا المستوى. صلى إلى الرب فقال الرب، حاجة عز أن الواحد يقول له يا رب، يسمع ربنا يقول له نعم ويكلمه ويرد عليه، هي الصلاة كده. صلى صموئيل إلى الرب فقال الرب، هي الحياة كلها كده. لما الواحد يكون قلبه مع ربنا واخد على الصلاة سنين حياته، وفي شيخوخة صموئيل العظيم ده طبعا على السن ده وعلى العشرة الطويلة دي واخد على ربنا، منين ما يكلمه ربنا يرد على طول. فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب. اسمع لهم يا صموئيل. طب يا رب انا يعني ما يصحش طالبين ملك، كأنه بيعزلوك يا رب، وانت اللي عملت معهم كل ده، انت اللي عملت منهم شعب، كانوا هيمحوا من تحت السماء لولا كرمك. قال له اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. برضو البعض بيفهمها على أنها إيه، برضو صموئيل صعب عليه أن في حياته بيكلموه عن من يأتي بعده. طب يعني هو أنا مت عشان تسألوا في السؤال ده؟ صموئيل لسه عايش ورجل الله العظيم، رجل ما فيش زيه، يقولوا له شوف لنا مين يجي بعدك. طب ما هو لسه قاعد وبركة للشعب كله. فهو يمكن اتضايق فقال له بص يا صموئيل، هو تصرفهم ده مش في حقك انت حبيبي، ده في حقي انا. هم لم يرفضوك انت بل رفضوني انا حتى لا املك عليهم. الجرح ليا انا مش ليك انت، ما انا اللي اخترتك، وانا طبعا موجود كده كده وهختار اللي بعدك، انما هم بيرفضوني وبيرفضوك كمان بالمر. لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم.
يعني يا رب انت واخد بالك ان دي في حقك؟ طبعا انا عارف القلب الملتوي اللي هيفكر في ملك ارضي خلاص يبقى طلع بره الخط وهيمشي ورا ملك بتاع الدنيا. قال لهم حسب كل اعمالهم التي عملوا من يوم اصعدتهم من مصر الى هذا اليوم وتركوني وعبدوا آلهة اخرى هكذا هم عاملون بك ايضا. عاوز يقول له ايه الغريب يا صموئيل؟ ما هم وقت موسى مشي قصادهم وعمل كل المعجزات وما صدقوا طلع الجبل وغاب وعملوا عجل ذهب يقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل. يعني هم نفس الشعب، أنا مش مستغرب تصرفهم. طبيعي دلوقتي أنت مش مالي عنيهم لأن دول شعب ملتوي غليظ الرقبة. تركوني وعبدوا آلهة أخرى هكذا هم عاملون بك أيضا. يعني هم طبعا ضمنيا رافضينك ورافضني لأن هم عاوزين واحد بتاع الدنيا مش واحد بتاع السماء. فالآن اسمع لصوتهم، كأن ربنا عاوز يقول إيه؟ خلاص أنا هوريهم غرضهم وهديهم طلبهم ويشوفوا آخرتها بقى. أنا همشي على طلبهم حتى لو أنا مش راضي المرة دي عشان يعرفوا إن اللي بيفكروا فيه غلط. أحيانا ويمكن نادرا ربنا يسمح إنه يسمع لبعض طلباتنا اللي مش لمصلحتنا عشان نتأدب ونعرف انه لازم نسلم لربنا اكتر من كده. فربنا هيجيب لهم ملك وهيجيب لهم ملك على هواهم طول بعرض بقى ومنظر عشان يفتخروا بيه زي بقية الشعوب ما بتفتخر. الشعوب بتفتخر بالملك ابو عضلات وابو منظر كده عشان يبقى ملك حربي. فده بقى هيختار لهم الملك، ربنا هيختار لهم ملك على هواهم، لكن هذا الملك ليس حسب قلبه. وإن كان بدأ ملكا صالحا لأن ربنا ما بيختارش حد وحش، ما بيتعاملش بالناس الوحشين. فالآن اسمع لصوتهم ولكن أشهدن عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. برضو ممكن واحد يقول إيه؟ ما هو دي لو كانت خطية وربنا وافقهم على الخطية تبقى حاجة غريبة. لا، هو ربنا مش بيوافق على خطية، وهي الحقيقة مش خطية لأنه مذكور في الشريعة في تثنية 17. لو فتحته معايا في التثنية من وقت موسى النبي يعني قبل الكلام ده ب400 سنة يقول متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها فإن قلت اجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي. يبقى ربنا كان عارف ان اليوم ده جاي، فقال لموسى من بدري، قال له لو الشعب قال في يوم من الأيام اعمل لنا رب ملك فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختار الرب إلهك. أول شرط لازم يكون من اختيار ربنا، ما يكونش اختيار ناس. من وسط إخوتك تجعل عليك ملك، ده أول شرط. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. ولكن شوفوا بقية المحاذير اللي مش هيمشوا فيها بقى. لا يكثر له الخيل، يعني الملك اللي يجي بقى ياخد في باله انه مش يغتني ويستفيد من موقعه على الكرسي. ففي الشريعة حسب موسى النبي في تثنية 17 لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب الى مصر، ما يرجعش عن السكة اللي احنا ماشيين فيه لكي يكثر الخير. والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا. ولا يكثر له نساء، دي غلطة مين بقى؟ دي غلطة سليمان بعد كده وداود برضو شوية، لأن هنا كان ربنا عارف الملك اللي هيكتر ستاته هيلخبطه عقل. لألا يزيق قلبه وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. يبقى ربنا في الشريعة قال في حالة اختيار ملك لازم يكون ملك من وسط الناس ويختاروا ربنا ويكون ملك عفيف اليد واللسان والعين ويكون كل همه يرضي ربنا مش يغتني على حساب الناس. وعندما يجلس على كرسي مملكته، الكلام ده وقت موسى لسه ما كانش فيه سيرة للملوك، يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة. في ناس النهاردة بتقول الشريعة تلاقيها ضاعت. ضاعت ازاي؟ ده كان لازم الشريعة دي تنسخ مع كل ملك جديد نسخة جديدة
مخصوص للملك تنسخ بالكلمة. كل العهد القديم شريعة موسى كاملة والأنبياء في كتاب من عند الكهنة واللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته، دي شريعة الملك، كي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لألا يرتفع قلبه على إخوته. أهي دي بقى غلطة شاول وداود وسليمان. شاول اللي ضيعه أنه نسي الشريعة وارتفع قلبه وبطل يرجع لكلام ربنا، في الوقت اللي داود أهمل الشريعة وقع وقعات وحشة قوي، وبعدين رجع تاني وتاب وتعدل. سليمان في وقت برضه ارتفع قلبه وأهمل الشريعة وزاغ، وبعدين رجع تاني. إنما الوحيد اللي زاغه مرجعش شاول. لألا يرتفع قلبه على إخوته ولألا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل. إذن في شريعة للملك، يبقى ربنا مش هيقبل طلب غلط، لكن هو الطلب طالع من قلب ملتوي يقصد مش عاوزينك يا رب ملك علينا، إحنا عاوزين ملك زي بتاع الدنيا، اللي هي ما زالت رغبة اليهود لغاية النهاردة. ليه اليهود مرفوضين؟ لأن اليهود إلى يومنا هذا ينتظروا مسيحا ملكا أرضيا يملكهم على الدنيا. جه المسيح يقول لهم ملكوت السماوات، قالوا له مش عاوزين ملكوت السماوات، ما ينفعناش، احنا عاوزين ملك الدنيا. قال لهم مملكتي ليست من هذا العالم، قالوا له وانت كمان لا تصلح ان تكون ملك علينا. اللي فضلوا يهتفوا يقولوا مباركة مملكة اسرائيل، مبارك ابن داود، وصنف الاعالي، كانوا الناس الغلابة البسطة اللي حبوا المسيح من قلبه. إنما كل البهوات الكبار والكتبة والفريسيين، لا، دول الفكر اليهودي القديم اللي يرفض الملك السماوي. فالآن اسمع لصوتهم، ولكن أشهدن عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. يعني يا صمويل روح افتح لهم الشريعة وراجع معاهم حيثيات اختيار الملك زي ما جت في الشريعة. أنا هوافقهم على طلبهم، لكن الطلب ده هيأذيهم، ورجع معهم الشريعة. فكلم صمويل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب، وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم. شوفوا بقى صمويل بحكمته فسر ازاي. لما حس ان قلبهم مش مستقيم، هم مش عاوزين ملك كده وخلاص يرضي ربنا، هم عاوزين ملك يتبهوا بيه، فقال لهم تفسير الشريعة بطريقة حكيمة. قال لهم شوفوا بقى، الملك اللي هيجي ده يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه. قال لهم على فكرة ملوك الدنيا بيعملوا إيه؟ ياخدوا شبان البلد يقعدوا يجروا قدامهم كده ويتباهوا بيهم. هو ده اللي انتوا عاوزينه؟ الشباب بتوعكم بدل ما هيشتغلوا في الحقل ويكسبوا ليكم، هيتزلوا ويبقوا كده طول النهار في خدمة الملك. ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خمسين فيحرسون حراسته بالثه. يعني ايه؟ هيشغلهم ويسخرهم في حاجته هو. وكأن صمويل عاوز يرجعهم عن الفكر، عاوز يقول لهم راجعوا الفكرة، بلاش حكاية ملك دي. ملك أرضي يبقى جاي يتسلط وجاي يتملك وجاي يغتني على حسابكم، مش هيقربكم من ربنا، هيظلمكم. فابتدى يحذرهم، يجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خمسين فيحرسون حراسته ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات. عاوز يقول لهم إن كان على الولاد هيشغلهم خدامين عنده، والبنات كمان خدمات، ايه رأيكم؟ عاوزين لسه ملك؟ ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده. صمويل الشيخ العظيم ده الوقور عمال يرجعهم عن طلبهم، لأنه عارف أن ربنا مش مبسوط. ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده، الوزراء والعبيد هيوزع عليهم بقى من خير الناس.
ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله. هم بلاد كلها قروية بسطة، فدي الحاجات اللي عندهم. على فكرة ده بالضبط اللي بيعمله ملك الدنيا الحالي اللي هو الشيطان، رئيس هذا العالم، عدو الخير، يزل في الناس ويستعبدهم ويسخرهم ويستغلهم، وادي والناس تمشي ورا برضه وتتباهى، انما لا عايشين في سلام ولا فرحانين بحاجة. ربنا عشان ملك طيب يقعد يدي بسخاء، وهو اللي يخدم البشر، انما الشيطان يستغل البشر ويذلهم. ويعشر غنمكم وانتم تكونون له عبيدا، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لانفسكم، فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. قال لهم هيجي يوم تصرخوا وتقولوا ارحمنا يا رب من الملك، مش هيسمع لكم، لان انتوا اللي اخترتوا ملك. فحاسبوا من الطلب ده، لان الطلب ده هيجي على دماغكم. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل. أحيانا تبقى في شهوة مسيطرة على قلب الإنسان تخليه ما بيسمعش وبيغالط في الحق، ومش شايف ومصر على اللي في دماغه. طب ده الكلام واضح، على الأقل كفاية أبوكم الروحي صموئيل ده مش مرتاح ورافض الفكر وصعب عليه، طب خلاص امشي ورا ابوكم الروحي. ابى الشعب ان يسمع لصوت صموئيل، وقالوا لا بل يملك يكون علينا ملك. لا برضه عاوزين ملك. هم طبعا عارفين ان الشريعه مش رافضه المبدا، فمسكوا في الحته دي. وصموئيل بالرغم من كده حب يثنيهم عن عزمهم، لكن هم اصروا بل يكون علينا ملك. أوحش حاجة في الحياة الروحية إن الواحد يقول لأبو الروحي لأ. اوعى تقول لأب اعترافك لأ، كأنك بتقول لرب ده لأ، بدل أبوك الروحي قال لك بلاش تبقى بلاش، لا تعند ولا تقاوح، دي سكة السماء ما ينفعش تمشي فيها بمزاجك، والحاضر عشان توصل بالسلامة. إنما هنا قالوا لأ ومشوا بمزاجهم، وكانت بداية المتاعب. شاول ده مررهم وتذلوا بسبب شاول الملك، لولا بقى ربنا جاب داود حسب قلبه بعد كده. قالوا لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب، ويقضي لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا. نكون مثل سائر الشعوب تاني؟ هو أنتوا أقل من الشعوب ولا أعظم من الشعوب؟ هم شايفين نفسهم أقل، دي اللي بيسموها صغر النفس. خطية صغر النفس إن الواحد يقارن نفسه، بدل ما يشوف العز اللي هو فيه ويحس بالعظمة اللي هو فيها. إن ربنا بيقول له أبانا الذي، يكلم ربنا له المجد يقول له أنت أبويا، عظمة. يقعد يبص بقى مين أغنى منه ومين أحلى منه ومين مركزه أكبر، ويقعد يقول ليه ما كنش زي الناس دي، ده أنت زي الناس وأحسن بكتير، ايه المقارنة التعبانة دي؟ دي اسمها صغر النفس. خطايا كتير بقى تطلع من صغر النفس، يجي منها بقى الحقد والحسد، يجي منها الكآبة والتذمر، يجي منها الإدانة، تطلع منها حاجات كتيرة قوي وحشة، وتيجي منها الرغبات والشهوات البطالة بسبب صغر النفس. قاعد يقولوا عاوزين نبقى زي غيرنا. زي غيرنا؟ زي مثلا واحد بيجوز بنته وبعدين لقى جاره عمل حفلة كبيرة وبتاع، فيقول انا عاوز اعمل حفلة أحسن من بتاعته. ليه؟ طب بنتك طلعة من صلاة الإكليل من قدام المذبح، واخدة السر من إيد ربنا، فرحانة بعطية ربنا وبيت جديد، والمسيح له المجد هو اللي حط إيده على العروسين، هتروح الحفلة دي تعملوا إيه؟ هتغنوا وترقصوا وتشربوا؟ يعني المسيح يرفع إيده والشيطان يحط إيده عشان بحجة بس إن إيه؟ وليه نكون أقل من غيرنا؟ أقل من غيرنا؟ ده احنا احسن من اي حد. هو في حد بيحط المسيح ايده عليه بالساهل؟ ده احنا عشان خاصته، احنا اولاده، احنا تبعه، فلينا بركة خاصة عنده. فهذا الامتياز مش حاسين بقيمته، ونروح نبص لاهل الدنيا ونشوف بيعملوا ايه ونعمل زيهم؟ طبعا دي اهانة لله له المجد،
هنا اليهود عملوا كده، قالوا احنا عاوزين نبقى مثل سائر الشعوب ويقضي لنا ملكنا ويخرج أمامنا. وهو ربنا كان أثر كملك، وهو ربنا ما كانش بيخرج قدامكم، ده عمود السحاب كان بيتحرك قدامهم وبالليل يبقى عمود نار ومفيش حد وقف قصاده. وموسى النبي كان يطلع كده ورا عمود السحاب بفرح يقول له قم أيها الرب الإله وليتفرق من جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك، لأنه شاف ربنا ماشي قصاده. ولما ربنا زعل من الشعب ساعة حادثة العجل الذهبي قال له أنا مش همشي معاكم تاني يا موسى، فقال له لا يا رب إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من هنا، نموت في الصحر، احنا تعودتنا تمشي قصاد عينينا، مش هتمشي قصادنا زي ما تعودنا، مش هنمشي، خلينا نموت هنا وخلاص. وأصر موسى النبي رجل الله قال له لا، ده أحلى امتياز لينا إنك ماشي قصاد عينينا. يا ترى احنا حاسين بهذا الامتياز ان ربنا يتقدم الطريق امامنا؟ نقدر نقول مع داود النبي جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع، من اجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وجسد يسكن على رجاء لان ربنا قصادي طول الوقت. فهنا طبعا واضح ان الايمان وقع خالص، ما عادش في ايمان ان ربنا قصادهم وربنا ملكهم وربنا قائدهم، هم خلاص عاوزين واحد يشوفوه بعينيهم وايه زي بتاع الدنيا. فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به في اذني الرب، برضه صموئيل مليان فضائل، يسمع من الشعب يعمل ايه؟ يجري على ربنا يقول له قالوا كذا وكذا وكذا يا رب، اعمل ايه تاني؟ هو راجل يروح لربنا يشكي ويرجع من ربنا بالكلام وبعدين يرجع لربنا تاني بالرد، هو ده دور الكاهن. انه تلاحظوا تنية الكاهن فيها صليب قدام وصليب ورا، عشان هو منه لربنا وبعدين منه للناس، يعني ياخد من ربنا يدي للناس وياخد من الناس ويدي لربنا، وشغال كده بين الناس وبين ربنا. فقال صموئيل لرجال إسرائيل اذهبوا كل واحد إلى مدينته، حاضر هنشوف طلبكم، روحوا كل واحد لبحاله، لأن لسه مش عارفين هنختار مين بقى، هنشوف هنختار مين. وكان رجل من بنيامين اسمه قيس ابن أبي إيل ابن صرور ابن بكورة ابن أفيح ابن رجل بنياميني جبار بأس. سبط بنيامين لو تذكروا، بنيامين كان أصغر واحد في الاثناشر، أخو يوسف الصغير اللي ماتت رحيل وهي بتولده. وبنيامين كان حبيب يوسف وحبيب يعقوب لأنه صغير. إنما بنيامين بعد كده كشعب ما كانوش شعب كويس، كانوا ذئاب. وعندنا في آخر سفر القضاء اللي قبل سفر صموئيل على طول، سبط بنيامين من كتر الشر والفساد اعتدوا على امرأة يهودية اعتداء فظيع واغتصبوها وقتلوها، فجوزها ابتدى يبعت لكل الأصباط معناها خدولي بحقي. وحصل بسبب الفساد ده أن الأصباط حاربوا سبط بنيامين، حاربوه، فكتير قوي من رجالة بنيامين ماتوا، فأصبح سبط بنيامين ده سبط محدود في العدد. لكن الغريب والعجيب أن ربنا عشان تفضل القاعدة أنه بيختار الأصغر، اختار أول ملك من سبط بنيامين اللي كانوا مشهورين بالشر واللي أقل عددا واللي هو أساسا أصغر واحد في الأصباط. كمان سبط بنيامين في توزيع الأراضي كان أقرب سبط لسبط يهوذا ناحية أورشليم، المنطقة الجنوبية اللي فيها القدس دلوقتي، ده كان توزيع الأرض بتاعهم في المنطقة دي. الراجل اللي اسمه قيس ده راجل بنياميني، راجل فلاح زي بقية اليهود. وكان له ابن اسمه شاول، شاب وحسن ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه. لغاية كده الكتاب مش بيوصف أخلاقه، هما اللي بيوصف إيه؟ بيوصف شكله، لأن اليهود عاوزين إيه؟ عاوزين منظر، مش عاوزين دلوقتي أخلاق، هم عاوزين منظر. فبقى الكتاب المقدس بيوصف اللي مطلوب، مفيش حد أحسن من كده، أحسن من كده طول وعرض ومنظر. من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب، يعني دي الميزة اللي تميزه، يعني في واحد يقوله
مثلا وديع، واحد متواضع، واحد حكيم، واحد بيفهم، واحد لا، ما فيش حاجات زي كده. هو الميزة الوحيدة اللي عنده انه من اول كتفه لغاية رأسه ما فيش حد قد الحتة دي، الحتة دي زيادة عن كل الناس. فضلت أتان قيس أبي شاول، هم ناس بسطة، فالأتان الحمارة ضلت بتاعت قيس أبو شاول. فقال قيس لشاول ابنه: خذ معك واحدة من الغلمان وقم اذهب فتش على الأتان. فعبر في جبل إفرايم ثم عبر في أرض شليشة فلم يجد، ابتدى يمشي ويدور فبعد لأنه مش عارف يلاقيها. ثم عبر في أرض شعليم فلم توجد، ثم عبر في أرض بنيامين فلم يجداها، واخد غلام وقعد يلف. إنما البداية دي تورينا حاجة مهمة. تعرفين بقى في الحادثة دي هيختار شاول ليه؟ تلاحظوا إن داود برضو اختير وكان إيه؟ راعي أغنام، وكان يجري ورا الغنم اللي تضيع مهما كلفته يجيبها. وكأن ربنا عاوز يقول أول شرط عندي في اختيار أي راعي أن يكون يقدر الغنم الواحدة، كل غنمة يجري وراها مهما كلفته، لأن الغنمة أو الأتان رمز للإنسان الجاهل اللي ضاع عن جهل. الإنسان بيضيع عن جهل، فما ينفعش يقول خيرها في غيرها. لا، الراعي الأمين ما يقبلش أن خروف يضل، ولا أتان مهما وصف بالغباء يعني أو الجهل. لا معلش، الراعي يجري يجيبه. فاكرين في حياة داود لما الأسد والدب خطفوا غنمة جري وراهم بالعصاية وفضل وطلعها من فم الأسد. فهنا بداية شاول كانت حلوة. شاول في الأول كان حلو، واضح أنه شخص بسيط جدا، وأبوه قال له تروح تدور على الأتان، قالب الدنيا على الأتان. يعني إيه؟ لو كان واحد من اللي بيكروته كان جاله بعد ساعة قال له ما لقيناش، إنما ده قعد يومين يدور. واضح أنه في حتة أمانة وفي حتة مسؤولية وفي حتة إحساس بكل كائن حي، حاجات كويسة كلها فضائل برضه. فلم يجده، ولما دخل أرض صوف قال شاول لغلامه الذي معه: تعال نرجع لألا يترك أبي الأتان ويهتم بنا. الآية دي جميلة ليه؟ يعني الأب مشغول بالأتان أكتر منهم، إنما يجوز بعد 3 أيام غياب يبتدي قلبه يأكله على ابنه. فهو واضح أنه من بساطة الناس دول كان يعني الولد من دول ما يزيدش كتير عن الأتان عن الغنم، أو كله زي بعض، ناس بسيطة. وعلى فكرة ده برضو التعبير اللي قاله أبو داود لما صمويل النبي بعدها بسنين راح لعم ياسا يرسم داود، فقال له هم خلصوا العيال، قال له في الصغير مع الغنم. والصغير مع الغنم ده ما حضرش قعدة الناس ليه؟ هو غنم ولا بني آدم؟ إنما قال له الصغير مع الغنم، قال له لا ابعت هاته. فهم كانوا في بساطة الناس الحلوين بتوعنا في مصر، اللي يعني تمن العيل يعني مش حاجة قوي. فهنا قال له بص بقى، قال شاول لغلامه الذي معه: تعال نرجع لألا يترك أبي الأتان ويهتم بنا. برضو فيها حتة حلوة، إحساس بالمسؤولية عن مشاعر الأب. يعني بالرغم أنه هو مسؤول وعمال يدور، إنما فكر الأب هينشغل علي أبويا قيس، لا يصح نرجع له بقى لحسن كده هيقلق. برضو كلها مشاعر طيبة وتدل على قلب بسيط نقي لغاية كده. فقال له الغلام، قال له إيه؟ هو ذا رجل الله في هذه المدينة، والرجل مكرم، كل ما يقول يصير. ده الكلام على مين؟ على صمويل النبي. قال له ده احنا قعدنا نلف لغاية ما قربنا من الحتة اللي بيقولوا فيها رجل الله، يبدو ان هم حتى دينيا ما يعرفوش صمويل النبي. ما هو في ناس تبقى بعيد عن الكنيسة تقول لها ابونا فلان يقول لك ما نعرفوش. اي ابونا؟ ما يعرفوش. هم ناس كده عايشين في حالهم للأسف يعني، وبعيد. فحتى بيقول له احنا نسمع ان هنا رجل الله وبيقولوا اللي بيقول عليه بيعرف كل حاجة بيعرف، طب ما نروح نقول له الأتان راحت فين.
الرجل مكرم كل ما يقول يصير. يعني شوفوا الناس دول ما يعرفوش صمويل، إنما سمعت صمويل حتى عند البعيدين أن كل ما يقول يصير، كل اللي بيقول عليه بيحصل. لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن الأتام، عن طريقنا التي نسلك فيها، يعني نمشي في أنهي سكة عشان ندور. فقال شاول للغلام هو ذا نذهب، فماذا نقدم للرجل؟ برضو تلاحظوا أن شاول متواضع بسيط، ليه؟ الغلام ده مفروض بيشتغل عندهم، إنما بيحكي معاه زي واحد صاحبه وبياخد رأيه وهيمشي وراه كمان. يعني الغلام طلع بفكرة ما تيجي نروح لرجل الله نسأله. قال له طيب بس هنروح هندخله بإيه؟ كانوا زمان يعني لازم يدخلوا بحاجة يعني كده كرامة لرجل الله، فهو فاهم إن ده النظام يعني. فقال له إحنا ما حلتناش حاجة، هندخل وإيدينا فاضية. هو ذا نذهب فماذا نقدم للرجل؟ لأن الخبز قد نفد من أوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله، ماذا معنا؟ قال له احنا معناش حاجة. فعاد الغلام وأجاب شاول وقال هو ذا يوجد بيدي ربع شاق الفضة. ربع شاق الفضة يعني زي ما تقول النهاردة ربع جنيه مثلا، حاجة كده تعبان. فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقه. واحد يقول ليه التفصيلات الكتيرة دي؟ ما هيتقال صمويل رسم شاول وخلاص. لا، ربنا عاوز يورينا كيف بدأ شاول وكيف انتهى، كيف بدأ بسيطا فقيرا متواضعا نقيا ساذجا، وكيف انتهى متكبرا قاسيا حادا شريرا. حاجة تخوف، حاجة تخوف حكاية شاول دي، لأنه ممكن الواحد يبتدي وحش وبعدين يتوب ويبقى حلو، إنما يبتدي حلو قوي كده وينتهي وحش تبقى حاجة تخوف. فلغاية كده دي عينة نادرة من الشباب الطيب اللي كل حاجة بسيطة عنده. ماذا معنى؟ عاد الغلام هو ذا يوجد بيدي ربع شاق الفضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا. وبعدين صموئيل النبي هو بيحكي القصة دي يقول سابقا في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله، هلما نذهب إلى الرائي، لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. يعني هما بيسجلوا فبيشرح للأجيال اللي جاية إن في الزمن ده كان يقولوا على النبي الرائي عشان بيشوف بيعرف، فعشان محدش بس يستغرب الكلام بيقول في الوقت ده كان يلقب النبي بالرائي عشان هو اللي عنده رؤية. فقال شاول لغلامه كلامك حسن هلما نذهب. فذهب إلى المدينة التي فيها رجل الله، مشي وراه. وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة صادف فتيات خارجات لاستقاء الماء، فقال لهن أهنا الرائي، عشان هيبتدي يقول على كلمة الرائي دي اللغة بتاعتهم. فأجبنهما وقلنا نعم، هو ذا هو أمامكما، اسرع الآن لأنه جاء اليوم إلى المدينة، لأن اليوم ذبيحة للشعب على المرتفع. صمويل كنا بنقول أنه بيلف على البلاد يجمع الناس يعمل زي اجتماع كده ويعمل لهم إيه ده، يرفع ذبيحة ويوعظهم. فقال لهم كويس ده أنتوا يعني جيتوا في الوقت المناسب، ده هو قدامكم خلاص على بعد خطوات، أصل النهاردة عامل القعدة في المرتفع اللي هناك دي يلم البلد. فالبنات اللي قبلوهم اللي طالعين يجيبوا يجمعوا مية. طبعا إذا كان شاول هيبقى مسيح الرب بعد كده، فالبنات اللي طالعين يستقين ماء دول يفكرون بواحدة زي السامرية مثلا اللي طلعت قبلت المسيح له المجد على البير وحبته وتعلقت بيه وتابت. فدي النفوس اللي خارجة تبحث عن الراحة، إنما بتدور في مية الدنيا وجنبها الماء الحي المسيح نفسه. عند دخولك ما المدينة للوقت تجدان قبل صعوده إلى المرتفع ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي لأنه يبارك الذبيحة. شوفوا الطقس ده من قبل المسيح، ما يأكلوش غير بعد الذبيحة، زي ما احنا النهاردة لازم نتناول بعد النفطر، لكن ما ناكلش قبل القداس. فهم كان على بساطتهم برضو كانوا ما يجتمعوش للأكل غير لما يجيبون الكاهن صمويل النبي ويقدم الذبيحة، وبعدين يقعدوا يحتفلوا بالأغابي ويأكلوا لقمة مع بعض. الشعب لا يأكل حتى يأتي
لأنه يبارك الذبيحة، بعد ذلك يأكل المدعوون. فالآن صعد لأنكما في مثل اليوم تجدانه، فصعد إلى المدينة، وفيما هما آتيان في وسط المدينة إذا بصموئيل خارج للقائهما ليصعد إلى المرتفع. لما صموئيل النبي مشى الناس وقال لهم خلاص أنا قلت لكم ربنا قال إيه، كل واحد راح بلده وما عرفوش بقى هنختار ملك إمتى وإزاي، محدش عارف. وصموئيل من النوع بقى اللي فاهم ربنا، ففي أمور كده يسيبها لغاية ما ربنا هو اللي يحدد الوقت والطريقة. برضو ده درس جميل من رجل الله صموئيل، رجل الصلاة. في أمور ما تفرقش عليه، احنا عرفنا خلاص ان هيبقى في ملك، صموئيل ما عادش يزن يقول له طب فين، طب امتى، طب ازاي، لا خلاص سكت على كده. ودارت الأيام لغاية ما ربنا بحكمته شاف شاول بيدور على الأتان وراح ناحية صموئيل، وصموئيل بيفتقد، وبعدين هنا بقى ربنا اللي هيبتدي يتكلم ويفتح الموضوع القديم اللي يمكن اتركن بقاله شهور. والرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا، ما هو ده اسمه الرأي ورجل الله، فربنا بيكشف له. فكشف ودنه، تعبير جميل، كشف أذنه يعني يوشوشه، يعني يقول له السر. فربنا من علاقته بصموئيل النبي يقدر يوشوشه. يا بختك يا صموئيل، ربنا بيوشوشك يقول لك ايه اللي هيحصل. فقال له بكرة هيجي شاب يدور على الحمارة بتاعته، طمنه الحمارة وصلت، انما خلينا في المفيد، الشاب ده هو اللي هيبقى ملك. ده ربنا بيقول له صموئيل. الرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا، غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين، لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي. ربنا ده طيب، ما فيش أطيب منه. يا رب أنت كنت زعلان من حكاية ملك، ربنا خلاص الموضوع ده تركن وبقى يبص بطريقة تانية، يقول ايه برضه هما محتاجين ملك عشان الفلسطينيين بيضايقوهم وهيجين عليهم، انا اجيب لهم واحد كويس عشان يحامي عنهم. طب يا رب وكرامتك والزعل اللي حصل، خلاص ربنا يعني بيجي على نفسه كتير. فهنا قال له ايه، انا نظرت الى شعبي. لسه بتقول عليه شعبك؟ ده هما رفضوك، مش انت لسه قايل لصموئيل كده؟ هم يا صموئيل ما رفضوكش انت، رفضوني انا، دلوقتي لسه بتقول شعبي؟ ربنا بقى له طويل لغايه وقت المسيح، وبعدين قال لهم ايه، انتم لستم شعبي خلاص، انتم ما عدتوش شعبي بعد كل اللي عملتوه. انما قال له لاني نظرت الى شعبي لان صراخهم قد جاء الي. فلما رأى صموئيل شاول أجابه الرب، هو ذا الرجل، شوفوا الصداقة وصلت لإيه. يعني قبلها بيوم بيقول له في المعدة هيجي شاب تعرفه أنه من سبط بنيامين وهو ده اللي تمسحه ملك، وأول ما شاول جاي عليه جه ربنا تاني وشوش صموئيل في ودانه وقال له هو ده. يعني إيه العظمة دي كلها؟ فأجابه الرب، يبدو أجابه يعني إيه، يعني صموئيل عمال يصلي عمال يصلي، هو ده رب اللي جاي هناك ده؟ يقول له لا مش هو. طب القصير اللي هناك؟ يقول له لا، ما انا قلت لك طويل. ويبتدي يحكي مع ربنا، هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. يعني اذا ربنا له المجد لما اختار شاول، اختار واحد حلو واختار واحد يضبط الشعب، لانه بالصفات اللي فاتت دي شخصيه كويسه لغايه دلوقتي، ما فيش حاجه وحشه. لكن في ناس بتبدأ ولا تقدر أن تكمل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.